قصر تاويالا بالولاية المنتدبة أفلو يعتبر أحد الشواهد التاريخية والأثرية التي تدل على عراقة المنطقة وتميزها، فقد الكثير من معالمه وأضحى مهدداً بالاندثار بسبب الإهمال الذي طاله. لاحظنا في السنوات الأخيرة توافد كثير، حيث سجلنا 39 شخص في اليوم، معدل 39 شخص في اليوم، إلى اليوم 42 شخص، معناها في تزايد. وهذا السواح يلعب دور في تنمية المنطقة. القصر يعرف جذبا كبيرا للسياح ويستقطب سنويا الكثير منهم سواء من داخل الوطن أو خارجه، كونه يتميز بمناظر سياحية، وهو يتوسط بساتين بلدية تاويالا. استفاد قصر تاويالا من مبلغ تأهيل وترميم بغلاف مالي يقدر بستة مليار، ونحن كجمعية نعتقد بأن هذا المبلغ غير كافي لترميم هذا القصر بحجمه، وغير كافي كذلك لترميم حتى السور الخارجي، لأن البنايات المهدومة هنا كثيرة. وضعه الحالي يستدعي ترميما شاملا رغم استفادته من 6 ملايير على الورق، إلا أنها غير كافية حسب المختصين، ما يستوجب تدخلا عاجلا لترميمه.